السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اهلا وسهلا بكم متابعينا مشاهدينا الكرام إلى إخواننا في دولة تونس ومتابعي قناتنا إليكم هذه النشرة الجوية التحذيرية بحول الله تعالى بتساقطات أمطار ستكون معتبرة رعدية غزيرة على دولة تونس في هذا الفيديو بحول الله تعالى سنتطرق للمناطق والولايات المعنية بالأمطار الغزيرة في هذه النشرة الجوية التحذيرية من خطر الفيضانات الذي سيكون ب صفة كبيرة بحول الله تعالى نتيجة الرجوع الشرقي والأمطار المعتبرة التي ستشهد تونس ليوم الأحد الأول من شهر سبتمبر إذن في الفترة الصباحية المناطق المعنية منطقة وولاية بنزرت بالإضافة إلى تونس الحمامات القيروان بالإضافة إلى باجا سليانة بعض أيضا المناطق الساحلية الشمالية بحول الله تعالى أيضا المناطق الساحلية الشرقيه لدوله تونس كما قلنا الحمامات بالاضافه الى تونس قليبيا بالاضافه الى العديد من المناطق التونسيه ايضا القصريين سيدي بوزيد ايضا قد تشهد امطار بحول الله تعالى في الفتره ما بعد الظهيره الى الامسيه ستزداد الامطار قوه وقد تعطي امطار معتبره بالاضافه الى تساقط لحبات البرد وخطر تشكل سيول بحول الله تعالى على كل المناطق الحدوديه مع دوله الجزائر الم المناطق الغربية أيضا المناطق الشمالية لدولة تونس معنية بقوة المناطق أيضا الشرقية والساحلية أيضا ستكون معنية بقوة أيضا المناطق الداخلية ناحية سليانة باجة القصرين ومناطق بحول الله تعالى عديدة بحول الله تعالى كجندوبة بالاضافه الى آه تقريبا كما قلنا تجروين كل هذه المناطق معنيه بامطار ستكون غزيره الى غايه الليل المناطق الجنوبيه لدوله تونس متابعينا الكرام في الفتره الليليه ستكون معنيه بقوه خاصه سيدي بوزيد بالاضافه الى صفاقس المهديه بالاضافه الى هنا الشابه ايضا سوسه القيروان آه فيض كل هذه المناطق آه بالاضافه الى سيدي بوزيد او سيدي منصور بالاضافة الى قفصة المتلولي كل هذه المناطق ستكون معنية بخطر لتساقط امطار معتبرة ايضا المناطق الجنوبية ناحية دووز ايضا توزر سوق الاحد مطامطة كل هذه المناطق الى غاية قابس معنية بامطار ستكون معتبرة لذا نرجو اخذ الحيطة والحذر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته